ناس كتيرة كانت بتشجع الأرجنتين تحديدا عشان ميسي. بس هقول لكم على حاجة بقى، أنا بحب جدا بغض النظر برضو عن فرنسا، بس أنا بحب اللاعب ده حتى هو في باريس سان جيرمان، مبابي بجد لاعب. أنا أعتقد في المونديال القادم، بما إن كمان ميسي زي ما حضراتكم عارفين مش هيكون موجود، مبابي هيبقى من الأسماء اللي هتلمع جدا في أي مونديال قادم، لأن هو طبعا صغير وعنده 23 سنة، فلسه قدامه أكتر من نسخة يعني ممكن يشارك فيها مع بلاده في النسخ القادمة للمونديال. فأنا بتوقع إن ده واحد من الأسماء اللي بعد كده ربما هتكون زي ميسي وزي كريستيانو رونالدو. امبارح كان متألق بشكل غير عادي، لا بجد غير عادي. أنتوا بتتكلموا لو تاريخيا كده، هو لعب 7 ماتشات جاب 8 اجوال وكان فيه 2 اسيست، ده بلغه الارقام. فلا لاعب مش طبيعي. وكمان امبارح اللقطه اللي انا زعلت عليها بصراحه، يعني لما طبعا بعد الفوز بتاع الارجنتين في الملعب كان مبابي بيعيط بشكل لا في وجع كده، وكان ايمانويل ماكرون زي حضراتكم عارفين هو كان من الشخصيات العامه او الرؤساء يعني الشخصيات السياسيه اللي كانت موجوده، وكان حريص ان هو يحضر اخر كام مباراه لفرنسا، هو كان موجود. ولقطه عجبتني ان هو نازل وبيواسي اللاعب، في كمان صور غير دي وهو بيحضنه وبيطبطب عليه، يعني زي ما بيتقال كده لو ما تتضايقش انت عملت اللي عليك. وبصراحه مبابي من اللعيبه اللي في كل المنتخبات اللي فعلا ما قصرش ولا للحظة مع منتخب فرنسا، هو عمل اللي عليه وزيادة قوي. فهذا اللاعب قدامه مستقبل عظيم، وهو دلوقتي أصلا عظيم بصراحة، ولقى احترام العالم كله. يعني حتى الناس اللي كانت مع ميسي امبارح وكانت مع الأرجنتين امبارح كانت منزلة معظمهم بوستات لمبابي بيقولك بجد لاعب استثنائي بغض النظر عن أي حاجة. فعجبتني جدا اللقطة دي برضو.